افتتح المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة والتغليف باك بروسس ومعرض فود أفريكا بمشاركة حوالي 500 شركة محلية وعالمية تمثل 31 دولة بحضور أكثر من 600 مشتر دولي يمثلون 60 دولة أوروبية وإفريقية وأمريكية وعربية. كان للجناح السعودي الإماراتي المشترك تواجد كبير يعكس إيمان الدولتين بالقيادة السياسية بوجه عام وبالاقتصاد المصري على وجه الخصوص. مصر هي البوابة أفريقيا، مشاركة إماراتية سعودية أيضا متميزة من خلال منصة مشتركة، وهذه أول مرة نحن نشوف المنصة المشتركة بين الإمارات والسعودية، وهذه طبعا نابعة من خلوة العزم اللي تمت بين البلدين الشقيقين. العلاقات الإماراتية المصرية علاقات متميزة في كافة المجالات، طبعا احنا نشوف خاصة في المجال الاقتصادي فيه تنسيق على أعلى مستويات بين القيادتين السياسية في مجلس التنسيق السياسي الأعلى، وفيه اللجنة السياسية المشتركة وفيه اللجنة الاقتصادية المشتركة، فالحمد لله فيها اللجان وفيها بين المملكة ومصر حوالي 52 اتفاقية، والاستثمارات السعودية قد تصل في مصر إلى 50 مليار، فكل مش كل يعني نسبة كبيرة من السعودية موجودة في مصر، والعكس صحيح، ربما يكون مليون ونص مصري مقيم في السعودية حاليا. المعرض ده بقاله 5 سنين، دي النسخة الخامسة بتاعته. كل سنة الحمد لله في تقدم كبير بيحصل في عدد العارضين وعدد الحضور. السنة دي ما شاء الله يعني زي ما حضرتك شايفة القاعات حلوة جدا، والشركات كتير مشاركة من خارج مصر وشركات مصرية كتير، وده طبعا بيعتبر من عوامل الجذب للسياحة والتجارة الخارجية. لا شك في أن استضافة مصر لمثل هذه المعارض الدولية نقلة حقيقية للمنتجات المصرية، وتسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة بين أسواق جميع الدول المشاركة بالمعرض. آية الأبنودي، MBC مصر.